عشاق ريال مدريد انتظروا طويلا خارج ملعب جامعة ميتشيغان، بينما كانت كتيبة زين الدين زيدان تتدرب داخل أحد أكبر ملاعب البلاد استعدادا للمواجهة الودية الثانية، هذه المرة أمام تشيلسي الإنجليزي ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية. بالرغم من انضمام سيرخيو راموس وخامس رودريغيز ولوكا مورديتش المتأخر للمعسكر التحضيري، إلا أن زيدان يريد الحقهم سريعا ببقية زملائهم. Bueno, los jugadores primero lo que están haciendo es lo mismo que han tenido los demás. Es el mismo plan, tenemos la misma entrenamiento. Mañana vamos a ver si, porque mañana por la mañana van a entrenar los tres y luego por la tarde veremos si van a hacer algo en el partido. Pero la idea de todas formas que tengo أهم الغياب عن اللقاء والمعسكر الأمريكي بشكل عام جارث بيل وكريستيانو رونالدو بسبب مشاركتهما في كأس أمم أوروبا. المهم لمدرب النادي الملكي أن يكون رونالدو معافا من إصابته استعدادا لخوض مباراة كأس السوبر الأوروبي في 9 أغسطس. Se tiene que preparar de todas formas, porque no vamos a meter a Cristiano después de un mes sin hacer nada. Bueno, son casi hay 10 días después entre la Supercopa y el primer partido. Me parece un poco. Bueno, va a estar con nosotros. De أي حصة تدريبية، لكن معززا بفوزه على ليفربول بهدف نظيف في كاليفورنيا قبل يومين. جولة الصيف للأندية الأوروبية في الولايات المتحدة تشكل فرصة للتحضير لما هو قادم، وفرصة أيضا للترويج للعلامة التجارية لهذه الأندية في بلد تتوسع فيها كرة القدم عاما بعد عام. إبراهيم خضر، بين سبورتس، أن أربر، ميتشيغان.